بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة أماني عبد الفتاح، مدرس هيستولوجي، والنهاردة إن شاء الله ميعادنا مع المحاضرة التانية أو الجزء التاني من الكونكتيف تيشو. هفكركم باللي أخدناه في المحاضرة اللي فاتت، إن إحنا كان عندنا main learning outcomes، غطينا منهم components of connective tissue proper، واتكلمنا عن ال different types of connective tissue cells والفرق بينها وكل كاركتر كل خلية فيه. النهاردة إن شاء الله إحنا هنغطي في اللكتشر التانية دي connective tissue matrix components، إيه مكونات الماتريكس، وهنتكلم عن المكونات دي بالتفصيل اللي هي أنواع ال connective tissue fibers ومكونات the ground substance. هنبدأ بأول objective منهم اللي هو what are the components of connective tissue matrix. بالنسبة لل connective tissue matrix ده بيتكون من two main components زي ما احنا قلنا، بيتكون من fibrous component ده المكون الأول، ومن اسمه fibrous يعني عبارة عن fibers. أنواع الفايبرز اللي موجودة في ال connective tissue matrix ثلاث أنواع، أولهم collagen fiber، والتاني اسمه elastic fiber، والثالث والأخير اسمه reticular fiber. يبقى دول الثلاث مكونات أو الثلاث أنواع للفايبرز اللي موجودين. المكون الثاني عندي من الماتريكس بسميه ground substance، وده هو المادة اللي بتعمل filling لكل الفراغات بين الفايبرز وبين السيل وبعضها في الكونكتيف تيشو. مميزاتها ايه المادة دي؟ الground substance of connective tissue بتتميز انها highly hydrated، ده معناه ان فيها كمية fluids كبيرة، transparent شفافة، complex mixture of three major kinds of macromolecules، انها تتكون من ثلاث مكونات اساسية او three types of macromolecules اللي هما مين؟ اول واحد منهم اسمه جاجز اللي هو glycones amino glycans، النوع التاني اسمه proteoglycans، النوع التالت والاخير اسمه multi adhesive glycoproteins. يبقى دول التلات مكونات او التلات مواد اللي بتكون منهم الground substance in addition to the fluids اللي هي نخليها highly hydrated دي. طيب نبدأ المكون الأول اللي هو to differentiate between the connective tissue fibers، ايه أنواع الفايبرز والفروق بينها ايه. زي ما اتفقنا احنا عندنا 3 types of fibers، أول نوع اسمه white collagen، النوع التاني اسمه yellow elastic، والنوع التالت اسمه reticular fibers. هنبدأ بأول نوع اللي هو ال white collagen fibers. طيب من اسمه بس كده white collagen، ايه الكريتيريا اللي ممكن نستنتجها؟ اول حاجة هو اسمه وايت. طب ليه اسمه وايت؟ لان in fresh state لو انا جبت عينة من الوايت كولاجينس فايبرز فريش بلاقي لونها ابيض، فده سر تسميته وايت كولاجين فايبرز. يبقى تسمى وايت ليه؟ لانه in fresh state appear white. الكاركتر التانية ان هو strong fibers and resistant to stretch. يعني ايه؟ يعني لو احنا حاولنا نشدها او نمطها الفايبر دي ما بتتمطش، فهي resisting stretch. تمام. الكاركتر التالتة ان الكومبوننت او الفايبرز دي بتتكون من بروتين اسمه كولاجين بروتين، وده سر تسميتها باسم كولاجين، ان هي عبارة عن كولاجين بروتين، والبروتين ده هو بيعتبر the most abundant protein in the body. يبقى من اكتر البروتينز الموجودة في الجسم في تيشوز كتيرة جدا هو الكولاجين بروتين. وجدوا انه في انواع كتير من الكولاجين فايبرز up to 28 types، يعني في لغاية 28 نوع different types of collagen fibers، ففي منها varieties كتيرة ب different sites موجودة فيها. ده شكل الكولاجين فايبر تحت اللايت مايكروسكوب اهو. توصيفها ايه؟ باللايت مايكروسكوب بلاقي ان الكولاجين فايبرز بالشكل ده بتظهر في صورة wavy thick fibers، والفايبرز في بعض الانواع منها ما بتمشيش سيبريت، ما بتمشيش فايبر فايبر لوحدها، بتعمل باندل يعني حزمه، يعني مجموعه من الفايبرز مشت سوا زي دي كده. فالباندل هي كمان بتبقى ويفي، يبقى دي اهي ذيس ار ويفي باندلز. بتتكون من ايه؟ بتتكون من ويفي ثيك فايبرز. يبقى ده شكل الكولاجين فايبرز باي ذا لايت مايكروسكوب. طب بالنسبه للصبغات، الصوره دي مصبوغه اتش ان دي، فواضح ان الكولاجين فيها واخدة لون اليوسين اللي هو اللون الاحمر او البينك، فعشان كده هنوصفها بكلمة ايه؟ اسيدوفيلك. يبقى by H and E hematoxylin and eosin stain collagen fibers appear acidophilic، لونها احمر او pink color. طيب هل ليها special stains تانية؟ ايوه لها،
زي المالوري تراي كروميستين، دي صبغة مخصوص للكولاجين بتصبغها لون بلو، يبقى دي مالوري تراي كروم دي سبيشال ستين فور كولاجين بتدي لون بلو كالر. في ستين كمان اسمها فان جيزون ستين، الفان جيزون برضو سبيشال ستين الكولاجين بس بتصبغه لون ريد. يبقى انا عندي دلوقتي ثلاثة ستينز بنذكرهم لما نتكلم عن الكولاجين. اتش اند اي دي روتين لازم نذكرها اول واحده، وهنا في الكولاجين بتدي بتاخد لون اسيدوفيك، ومعاها تو سبيشال ستينز نفتكرهم كويس، مالوري تراي كروم بتدي لون بلو، وفان جيزون بتدي لون ريد. دي صوره للوايت كولاجين فايبرز اهي، دي كمان صوره. كل اللون الازرق اللي في الصورتين ده، كل دي وكل دي، these are collagen fibers stained with malory trichrome، عشان كده ظاهره باللون الازرق زي ما احنا شايفينها كده، دي special stained with malory stain. النوع الثاني من الفايبرز اللي معانا هو اليلو الاستيك فايبرز، برضو زي ما علقنا على الوايت كولاجين هنعلق على اليلو الاستيك. اتسمت يلو ليه؟ عشان برضو لونها في الفريش ستيت بيبقى يلو كارت. طب اتسمت الاستيك ليه؟ لانها رابر لايك، يعني زي المطاطه، could be stretched but recoil after stretch release، يعني ايه؟ يعني لما نيجي نشدها بتتشد معانا، ولما نريليز الاسترتش ده نسيبها تروح ترجع لطولها تاني. يبقى هي could be stretched and recoil after stretching، دي property للإلاستيك فايبر تفرقها وتميزها عن الكولاجين فايبر، ان الكولاجين فايبر cannot be stretched. هناك قلنا ان بيتكون من كولاجين بروتين، هنا عندي الإلاستيك فايبرز بتتكون من إلاستين بروتين، يبقى ده البروتين الخام او الماده الماتيريال اللي بيتكون منها الالاستيك فايبرز. الصوره دي الالاستيك فايبرز باللايت مايكروسكوب زي ما احنا شايفينها كده، فوصفها ايه؟ باللايت مايكروسكوب appear as straight thin branched fibers، يعني ايه؟ يعني عكس الكولاجين تمام، straight و thin fibers الثانيه كانت thick، برانشد فايبر معناها ان الفايبر بتمشي لوحدها ما بتعملش باندلز، والفايبر لوحدها تقدر تنقسم ويحصل فيها برانشنج زي الصورة دي. دي شكلها هي بالهيماتوكسين اند ايوسين مسبوغة بال اتش اند اي اندر ذا لايت مايكروسكوب. كل الحاجات الاحمر الرفيعة دي these are the elastic fibers، بتبقى اسيدوفيليك اهي اتش اند اي، يبقى زيها زي مين؟ زي الكولاجين. يبقى دي نقطة مشتركة ان الاتنين بيتصبغوا اسيدوفيليك بال اتش اند اي، فبالتالي كلون ما اقدرش افرق الكولاجين من الالاستيك اتش اند اي باللون، مش بالشكل الفايبرز او بمظهرها، لا انا بتكلم عن جاست درجه اللون، الاثنين بيبقوا اسيدوفيليك بالاتش اند اي، تمام. لكن واضح هنا الفرق في الشكل، ان هناك كانت في ويفي باندلز تخينه وكبيره، هنا ثين فايبرز وستريت، بعض منها بيحصل فيها الكويلنج، ده بيبقى نتيجه فصل العينه من مكانها عشان احنا قطعناها، فممكن يحصل فيها الرينكلينج ده، لكن هي نورمالي في ان ذا بادي بتبقى ستريت فايبرز. تاني حاجه البرانشنج زي ما احنا شايفين، بصوا كده لو دققنا هنلاقي بعض الفايبرز بيحصل فيها انقسام، ده this is the branching property of the elastic fibers، ان الفايبر تقدر تنقسم لوحدها. طيب زي ما ذكرنا سبيشال ستينز هناك، نذكر سبيشال ستينز هنا. ايه السبيشال ستينز للالاستيك فايبرز؟ عندي واحده اسمها فير هايف ستين، والفير هايف دي بتصبغ الالاستيك فايبر لون اسود، فبتبقى بلاك كولرد فايبرز. وفان جيزون تاني، يس فان جيزون تاني بتصبغ الالاستيك فايبرز برضو، ولكن اعتبرناها سبيشال ستين ليه؟ لانها بتدي تو ديفرنت كولرز. هناك في الكولاجين ادت لون احمر، فالكولاجين فايبرز بالفان جيزون بتبان ريد، لكن هنا ادت لون اصفر، ان يعني ده معناه ان الالاستيك فايبرز لما اصبغها فان جيزون بتبان لونها اصفر. دي صورة الإلاستيك فايبرز with very high stain، واضح هنا كل الفايبرز لونها اسود دي، these are the elastic fibers stained black with very high stain. ودي صورتها لنفس الإلاستيك فايبرز ولكن stained بالفان جيزون، فظهر هنا الفايبرز لونها أصفر، يبقى these are the elastic fibers stained with van جيزون stain. ده بالنسبة للإلاستيك فايبرز. النوع الثالث من الفايبرز هو الريتاكولار فايبرز، وبرضو زي ما اتفقنا ان احنا بنحاول من الاسم نستنتج الكرايتيريا. ليه اتسمت ريتاكولار؟ لان ببساطه النوع ده كولد ريتاكولار از ذا فورم ان نتورك اور ريتاكولوم، يعني ايه؟ يعني النوع ده من الفايبرز بيبقى فيحصل فيه برانشنج وانستموزنج كتير، يعني بيتفرع وبيتجمع وبيتفرع وبيتجمع،
بيديني في الاخر منظر شبكه نتورك او ريتيكولم، وده سر تسميته ايه؟ ريتيكولار فايبرز. ريجاردنج البروتين اللي فيه، ده بيتكون من نوع من انواع الكولاجين اسمه كولاجين تايب 3. احنا اتفقنا ان عندنا كولاجين انواع كتير اب 228 نوع، ففي نوع منهم اللي هو كولاجين رقم 3 او كولاجين تايب 3، ده البروتين اللي بيكون الريتيكولار فايبرز. شكلها باللايت مايكروسكوب زي ما لسه قايلين انها عباره عن ريتيكولم، شبكه من فيري ثين فايبرز، يعني مش ثين بس، لا فيري ثين يعني ارفع من الالاستيك كمان. يبقى لو احنا رتبناهم كده اكوردنج تو ذا ثيكنس، اكبرهم او ادخنهم هو الكولاجين، يليها الالاستيك ثين ويليها الريتيكولار فيري ثين. اهي الاسود ده كله all these fibers are reticular fibers very thin branching and anastomosing، كلها متفرعة ومتجمعة كتير كتير لغاية ما ادتني شكل الشبكة اللي احنا شايفينها في الصورة دي. يبقى دي branching and anastomose to form delicate network. ده بالنسبة لشكلها باللايت مايكروسكوب. طب برضو بالنسبة للستينز، احنا اتفقنا ان احنا بنذكر الستينز بالترتيب، اولهم ال H&E الروتين بتاعتنا، ويليها لو في special stains نذكر. طيب بالنسبة للريتيكولر، by H&E they are not stained at all، يعني بتتشافش ما بتتشافش خالص. يبقى لو انا صبغة اي تشو جواه ريتيكولر فايبرز H&E الريتيكولر فايبرز ما بتتصبغش. طب يبقى بالتالي انا عايزة اشوفها اعمل ايه؟ ادور على special stain تصبغها زي silver stain. السيلفر ستين بيصبغ الريتيكولر فايبرز بلاك زي اللي احنا شايفينها في الصورة دي، كل البلاك فايبرز اللي لونها اسود دي these are reticular fibers stained with silver stain. فساعات بيوصفوها بكلمة أرجيلوفيليك إنها بتحب السيلفر، أرجيلو دي يعني سيلفر ستين وفيليك يعني لايت، يبقى أرجيلوفيليك دي معناها إنها fibers stained with silver stain وبيظهر لونها إيه؟ لونها أسود. الصبغة الثالثة بتاعت الريتيكولر فايبرز هي البي اي اس، والبي اي اس دي one of the special stains for carbohydrates. في جزء من الريتيكولار فايبرز كيميكالي عباره عن كربوهيدرات، فعشان كده هي برضو بتاخد بي اس بوزيتيف، بتتصبغ بالبي اس وتدي لون ماجنتا كلر اللي هو اللون القرمزي. يبقى اذا الريتيكولار فايبرز ما بتتشافش خالص اتش اند اي، مش زي الكولاجين والالاستيك، لكن اقدر اشوفها سيلفر بيظهر لونها بلاك زي الصوره دي، او اشوفها بالبي اس ويظهر لونها ماجنتا كلر. الجدول ده انا حاولت اجمع لكم فيه الثلاث انواع من الفايبرز والفروق بينها عشان يبقى سهل عليكم تراجعوها. فاحنا هنقارن بينهم اكوردنج لايه؟ اكوردنج للنيمينج، اتسمى كده ليه؟ الكاركترز ايه مواصفاته؟ ستراكشر البروتين اللي بيكونه، appearance شكله باللايت مايكروسكوب ايه، واخيرا الستينز الديفرنت ستينز اللي تصبغ. فلو احنا بدانا بالكولاجين احنا سميناه وايت علشان هو وايت ان فريش ستيت، الإلاستيك اسمه يلو علشان هو يلو انفريش ستيت، والريتيكولر اتسمى ريتيكولر عشان دي فور نتو. بالنسبة للكاركترز توصيف أو مواصفات كل نوع، الكولاجين بيبقى بيتميز إن هو strong fibers and resisting stretch، يعني ما بيتمطش، بعكس الإلاستيك it is rubber like زي المطاط بيتشد ويرجع تاني، لكن الريتيكولر برضو بيتميز إن هو بيعمل لي ريتيكولر. بالنسبة للبروتين كومبوننت، البروتين اللي بيكون الكولاجين هو الكولاجين بروتين، البروتين اللي بيكون الإلاستيك هو الإلاستين بروتين، والبروتين اللي بيتكون منه الريتيكولار فايبرز هو الكولاجين تايب 3. بالنسبة لشكلها تحت اللايت مايكروسكوب، الأبيرنس بتاعها قلنا الكولاجين فايبرز بتبقى ثيك ويفي فايبرز وماي فورم باندلز، وبرضه بتبقى ويفي باندلز. هنا بالنسبة للبرانشنج، الفايبر الواحدة ما بتنقسمش خالص، بتفضل ماشية بطولها زي ما هي، لكن ساعات نلاقي ان بيحصل فيه برانشنج في البندلز، يبقى البرانشنج هنا بيحصل في مين؟ في البندلز بس، لكن الفايبرز كانت برانش. بالنسبه للالاستيك قلنا الالاستيك ان هي they are thin straight branched fibers، يبقى هنا بيحصل البرانشنج على مستوى مين؟ على مستوى الفايبر الواحده، الفايبر الواحده بتقدر تنقسم. وبنلاقي ان في بعض الاماكن اللي فيها الالاستيك ريتش فايبرز زي الول اوف ارتريز مثلا، جدران الشرايين، بيبقى بتعمل فينستريتد ممبرين، طبقه كامله من الالاستيك فايبر بنسميها فينستريتد ممبرين، هنذكرها بعدين لما نيجي ناخد الفاسكولار ان شاء الله. بالنسبه للريتيكولار فايبرز دي بشكلها تحت الميكروسكوب انها فيري ثين فايبرز برانشنج اند انستوموزنج كتير كتير عشان تعمل لي في الاخر شكل نتورك. نيجي للستيننج، اتفقنا ان اول ستين هنذكرها في الكل هي الاتش اند اي،
ال H and E في الكولاجين والإلاستيك أسيدوفيلك، H and E في الريتيكولار نوت ستيت. بعد كده هنذكر اتنين سبيشال ستين لكل نوع، فهنا الاتنين بتوع الكولاجين مالوري وفانجيزو، المالوري بتدي لون بلو والفانجيزو بتدي لون ريد. بالنسبة للإلاستيك التو سبيشال ستينز اللي عندي فيرهايف بتدي لون بلاك وفانجيزون تاني، يبقى دي مشتركة اهي عشان ما ننساهاش، نفتكر ان الفانجيزون في الاتنين بس الفرق ايه في اللون، الكولاجين بيبقى لونه ريد والإلاستيك بيبقى لونه يالو. بالنسبة للسبيشال ستينز في الريتيكولر برضو عندي اتنين، السيلفر بتدي لون بلاك والبي اي اس بتدي لون ماجنتا كلر. ده بالنسبة للفايبرز والفرق بينهم. الأوبجكتيف اللي بعد كده هو الكومبوننتس اوف ذا جراوند سبستنس. الجراوند سبستنس هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن السبستنس او البورت اوف ذا ماتريكس which occupy the spaces between cells and fiber. يعني ايه؟ يعني المادة اللي بتملى الفراغات ما بين السيلز والفايبرز هي دي هي الجراوند سبستنس، زيها زي السيتوبلازم كده، زي الفلويد اللي بيملى الخلية من جوه ويملى مكان ويملى بين الاورجانيلز، هو شبيه له، هو الجراوند سبستنس في الكونكتيف تيشو، ان برضو هي المادة اللي بتملى الفراغات ما بين السيلز والفايبرز. مكوناتها ايه؟ احنا قلنا مكوناتها قبل كده ولكن هنعيدها بشوية تفاصيل بسيطة. اول حاجة فيها تيشو فلويدز، وده اللي قلنا في كلمة highly hydrated ان هي غنية او rich in tissue fluids، rich in fluids، ففي كومبوننت مهم منها اللي هو التيشو فلويدز. وده بيجي منين؟ بيجي من الكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدموية اللي بتعدي خلال الكونكتيف تيشو، بيحصل فلتريشن لبعض الفلويدز منها ويبقى جزء من الجراوند ماتيريال. طيب ايه كمان؟ التلات مكونات المايكرو موليكيولز اللي ذكرنا اساميهم من شوية، اول واحد منهم كان اسمه جاكس اللي هو الجلايكوزا ماينو جلايكانز. والجلايكوزا ماينو جلايكانز في الجراوند سبستنس منه نوعين، اول نوع اسمه نون سلفيتد تايب. يعني ايه نون سلفيتد؟ يعني ما بيحتويش على سلفيتس. مثال للنون سلفيتد ده مين؟ اللي هو اسمه هيالورونيك اسيد. يبقى الهيالورونيك اسيد ده مثال من امثله النون سلفيتد جاكس. يعني لو انا حبيت اجيب سؤال مثلا given example for non-sulfated gags نكتب مين؟ hyaluronic acid. طيب بيبقى أول نوع اسمه non-sulfated، بالمنطق ده يبقى النوع التاني إيه؟ sulfate. يبقى النوع التاني من الجاجز اسمه sulfated gags. السلفيتد جاجز دي زي مين؟ زي الكوندرويتين سلفيت. يبقى احنا ذكرنا دلوقتي إن الجاجز عندي two types، مجموعتين، مجموعة فيها سلفيت اسمها sulfated ومجموعة ما فيهاش sulfate group اسمها non-sulfated. مثال لده ومثال لده، مثال للنون سلفيت هيالورونيك اسيد ومثال للسلفيتد كوندرويتين سلفيت. المكون رقم 3 من الجراوند ماتيريال او الجراوند سبستنس اسمه بروتيو جلايكان. مين البروتيو جلايكان ده؟ ده عباره عن لارج ماكرو موليكيولز بتتكون من جاكس، تاني جاكس، تاني جاكس، ولكن هنا جاكس مش لوحدها، الجاكس لوحدها هي الكومبوننت اللي احنا ذكرناه المره اللي فاتت او اللي قبل ده، لكن هنا لو الجاكز ارتبطت مع بروتين كور يتغير اسمها من جاكز الى بروتيوجلايكان. يبقى الجاكز اللي هي الجلايكانز لو ارتبطت مع بروتين بقى اسمها ايه؟ بروتيوجلايكان. يبقى البروتيوجلايكان عباره عن ايه؟ عباره عن جاكز جلايكوزا ماينو جلايكانز ولكن اتاتشد تو ا بروتين كور. طيب ندي مثال واحد برضو له، زي مين البروتيوجلايكانز دي؟ زي الاجريكان. يبقى اجريكان اسمه انتهى بكان اهو الشكل ده، يبقى ده نوع من البروتيوجلايكانز، مثال لها اهو اللي هو الاجريكان. طيب النوع سوري الكومبوننت الرابع هو الجلايكو بروتينز. جلايكو بروتينز دي كومباينيشن من كربوهيدراتس وبروتينز، دي مهمه جدا انها بتعمل اكت از ادهيزيف ماتيريال. يعني ايه ادهيزيف ماتيريال؟ افتكروها كده زي السمغ. يعني ايه سمغ؟ يعني بيلزق. يبقى الجلايكو بروتينز دي في الماتريكس شغلانتها بالظبط انها حاجه بتلزق. بتلزق ايه؟ important for stabilizing the matrix، تثبت الكومبوننتس بتاعه الماتريكس مع بعضها، وكمان linking it to the cell surface انها تربط الكومبوننتس بتاع الماتريكس بالسطح الخلايا اللي موجوده فيه. يبقى الخلايا بتاعه الكونكتيف تيشو اللي موجوده في الماتريكس ده بترتبط بالماتريكس عن طريق وجود مين؟ الجلايكوبروتينز. يبقى تاني الجلايكوبروتينز دي عباره عن ايه؟ adhesive material، ماده لازقه او سامغ. عشان بيعمل ايه؟ عشان يثبت الكومبوننتس بتاعت الماتريكس كلها مع بعضها ويثبت الماتريكس مع السيلز. طيب
ندي مثال برضو له هو كمان، زي مين الماتريكس؟ زي مين سوري الجلايكوبروتين؟ زي الفايبرونكتين. يبقى احنا دلوقتي قلنا اربع مكونات للجراوند سبستنس، تيشو فلويدز اللي هي السوائل اللي موجوده، وبعد كده ثلاثه ماكرو مولكيولز. اول واحد كان للجاكس اللي هو السلفيتد او النون سلفيتد، ومثال لده ومثال لده. تاني واحد بروتيوجلايكان اللي هو عباره عن جاكس مرتبطه مع بروتين، زي مين؟ زي الاجريكان. تالت واحد اللي هو الجلايكوبروتين، ده ماده ادهيزف موجوده علشان تثبت كل الاستراكشرز مع بعضها وتثبت الماتريكس مع السيلز، زي مين؟ زي الفايبرونكتين. طب جميل قوي، ده كده الكومبوننتس اوف ذا جراوند سبستنس. ايه بقى الصبغات اللي اقدر استخدمها عشان اصبغ الكونكتيف تيشو ماتريكس؟ اكوردنج للمكونات اللي قلناها دي هتكون الصبغات. يعني ايه؟ اول حاجه احنا ذكرنا ان انا عندي ايه، جلايكوبروتينز. السبيشال سن اللي لسه جايبين سيرتها من شويه للكربوهيدرات اسمها ايه؟ اسمها بي اس. يبقى البي اس دي اي ستراكشر فيه كربوهيدرات يتصبغ بالبي اس، من ضمنهم الكونكتيف تيشو ماتريكس لانه فيه جلايكوبروتينز، يبقى هو كمان يتصبغ بوزيتيف بالبي اس ويدي لون ماجنتا كولر. ليه؟ عشان موجود جلايكوبروتينز ودي فيها كربوهيدرات. يبقى دي اول صبغه عندي للكونكتيف تيشو ماتريكس اسمها بي اي اس ستين، وتديني لون ماجنتا اللي هو اللون القرمزي. ايه كمان؟ ميتاكروماتيك ستين، سمعناها فين قبل كده دي؟ سمعناها في الماست سيل. الماست سيل برضو كانت بتبقى ستيند بالميتاكروماتيك ستين، وعرفنا ان الميتاكروماتيك دي معناها ان انا اصبغ بصبغه ليها لون يطلع لي التيشو مصبوغ بلون تاني. فانا هنا مستخدمه ستين اسمها تولوجين بلو، يعني لونها ايه؟ لونها ازرق. التيشو او الماتريكس يظهر لي بلون ريدش بيربل، بنفسجي او بنفسجي محمر، مش اللون الازرق خالص. ده ليه؟ نتيجه ان موجود وجود الجاكس اللي في الكونكتيف تيشو ماتريكس بتتفاعل مع الكومبوننتس بتاعه الصبغه فتغير لونها، فيظهر لي لون جديد غير لون الصبغه، ودي سميناها ظاهره الميتاكروميزيا او الميتاكروماتيك ستيننج. احنا ذكرنا منها دلوقتي حاجتين عندهم الخاصيه دي، الماست سيل الجرانيولز بتاعت الماست سيل والكونكتيف تيشو ماتريكس، هما الاثنين عندهم الميتاكروميزيا، وبقدر اصبغهم ميتاكروماتيكالي بتريبان بلو او توبوجين بلو ويديني لون ايه؟ ريدش بيربل. ده بالنسبه لي الستينز اوف ذا ماتريكس. كده انا خلصت المحاضره الثانيه، ان شاء الله نتقابل في الجزء الثالث باذن الله من الكونكتيف تيشو. السلام عليكم.